مساء سعيدا لكل احبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقيه، احييكم احلى تحيه. موعدنا يتجدد على الهواء مباشره، ناخذكم كالمعتاد الى اهم المتابعات الرياضيه، ونبداها سادتي الاكارم من السليمانيه العزيزه الغاليه بكردستان العراق اللي احتضنت منافسات بطوله العرب بالمبارزه، اذ افتتحت في مدينه السليمانيه بكردستان العراق منافسات بطوله العرب بالمبارزة بحضور آسيوي وعربي لمنتخبات المتقدمين للجنسين بمشاركة 8 منتخبات مثل سوريا ولبنان واليمن والإمارات العربية والكويت وفلسطين والأردن بالإضافة للعراق. وحضر حفل افتتاح البطولة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي والشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة، بالإضافة إلى الدكتور خالد عطيات الأمين العام للاتحاد العربي وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات العربية للمبارزة. وانطلق الحفل الافتتاحي بدخول حملة أعلام المنتخبات المشاركة، أعقبه عزف السلام الوطني العراقي، ثم ردد المبارز الناشئ محمد صادق القسم الرياضي للبطولة. وألقى الكابتن رعد حمودي كلمة افتتاحية رحب فيها بضيوف العراق، وأتمنى لهم طيب الإقامة للأشقاء العرب ونجاح البطولة والظهور بمستويات لافتة للمبارزين المشاركين. من جهته ثمن رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة الشيخ سالم القاسمي التنظيم العالي للبطولة والحضور المميز للشخصيات الرياضية المرموقة اللي يتقدمهم الكابتن رعد حمودي، مؤكدا أن الاتحاد العربي حضر بشكل كبير ليس بالمنتخبات المشاركة فقط، إنما بثقل شخصياته الفنية والتحكيمية والإدارية من أجل إنجاح هذه البطولة. طبعا فريق عمل الشوط الثالث بالتأكيد كان حاضرا، وهيأ لكم هذه اللقطات من افتتاح منافسات البطولة اللي شهدت حضور عربي آسيوي كبير تواجد في قلب السليمانية الحبيبة. طبعا بالبداية نبارك الاتحاد العراقي للمبارزة برئيسه الكابتن زياد حسن، ونبارك جميع الجهود العراقية المخلصة اللي أوصلت هذه البطولة إلى النجاح اللي شاهدناه أيضا عبر الحضور المتميز لشخصيات رياضية مثل الشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمبارزة. وأعتقد هذه الشخصية الكبيرة عندما تتواجد في العراق بالتأكيد تعطي الكثير من الأمور الإيجابية إلى العراق كونه نجح نجاحا باهرا في احتضان هذه البطولة. أيضا مبارك للجان الفنية والإدارية وأيضا لمدينة السليمانية اللي نجحت إلى الآن نجاحا كبيرا بشهود الحاضرين، اللي كان إن بعض اللقاءات اللي أجراها محمد الخفاجي وفريق عمل الشوط الثالث اللي كان متواجد في منافسات هذه البطولة. طبعا الكابتن رعد حمودي اللي تحدث لعدسة الشوط الثالث عن هذه البطولة وعن الحضور العربي والآسيوي للشخصيات اللي تواجدت بالتأكيد ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة. نتابع ما تحدث به الكابتن رعد حمودي. يعني كنا سعداء بإقامة هذه البطولة على الأرض إقليم كردستان العراق والسليمانية وأيضا باقي المحافظات في كردستان والمحافظات الأخرى في عموم العراق بإقامة نشاطات رياضية. هذا يعطي طابع إيجابي للدول الأخرى بأنه العراق بيئة آمنة ومناخ آمن لإقامة هكذا بطولات، وأيضا يعني الاحتكاك مع الدول الأخرى يعطي يعني ناتج إيجابي بحيث يكون هناك هذا الاحتكاك اللي يوجد بين الرياضيين، يكون هناك تطور في رياضة الإنجاز العالمي.
طبعا ايضا نشكر الكابتن رعد حمودي رئيس اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه اللي ترأس الحاضرين واللي تجشم عناء السفر من بغداد الحبيبه الى السليمانيه العزيزه الغاليه لغرض تواجده ودعم الاتحاد العراقي ودعم انجاح هذه التظاهره العراقيه العربيه اللي ايضا شهدت تواجد الامين العام للجنه الاولمبيه هيثم عبد الحميد والامين المالي الكابتن احمد صبري، ايضا الاشقاء العرب اللي تحدثوا عن نجاح هذه البطوله واللي عبروا عن سعادتهم خلال تواجدهم في قلب العراق وبالتحديد في مدينه السليمانيه. نتابع ما تحدث الضيوف الاكارم لعدسه الشوط الثالث من الشرقيه. البارك لدولة او جمهورية العراق على هذه البطولة على هذا التنظيم وعلى هذا الكرم اللي عنده صراحة يعني اللي مو غريبة على جمهورية العراق. طبعا احنا لنا خصوصية خاصة او خصوصية في ان احنا نجي او نشارك في هذه البطولة بعد 30 سنة. اليوم لعبت 3 أسلحة انا وقدرت احصل على 2 ذهبية بالفويل والإبي، وهلا بعد عنا ساب وان شاء الله نعمل كمان ميداليه. والبطوله كثير حلوه، بنشكر العراق على الاستضافه والمستوى حلو. إذن أهلا وسهلا بالأشقاء العرب في بلدهم الثاني العراق وفي مدينة السليمانية اللي مبارك لها نجاح هذه التظاهرة. بالتأكيد منافسات البطولة راح تستمر ل4 أيام، من خلالها المبارزين العراقيين على المستوى الفرقي على المستوى الفردي حصلوا إنجازات سنتلوها تباعا لحضراتكم خلال حلقاتنا إن شاء الله وأيضا خلال منافسات أيام البطولة. نذهب إلى الاتحاد العراقي للملاكمة اللي نظم للمرة الأولى بطولة العراق للملاكمة النسوية واللي شارك فيها أكثر من 72 ملاكمة مثلوا مختلف الأندية في عموم العراق، إذ أقام الاتحاد العراقي للملاكمة بطولة العراق النسوية الأولى اللي شارك فيها عدد كبير من الملاكمات واللي مثلوا مختلف الفئات العمرية. رئيس اللجنة النسوية في اتحاد الملاكمة رعد خريبط أكد في تصريح خاص بالشوط الثالث أن منافسات البطولة أفرزت خامات مميزة سيعول عليها كثيرا في الاستحقاقات المقبلة لا سيما فئة الشابات. وأضاف خريبط سيتم زج الشابات في معسكر داخلي بمحافظة السليمانية خلال الشهر المقبل من أجل تحضير المنتخب بالصورة المطلوبة اللي تنتظرهم مشاركة قارية متمثلة ببطولة آسيا اللي راح تقام نهاية شهر كانون الثاني بأوزبكستان. طبعا أيضا فريق عمل الشوط الثالث كان متواجد وهيئ لكم هذه اللقاءات واللقطات من منافسات هذه البطولة. ايضا مبارك للاتحاد العراقي للملاكمه على هذه التظاهره النسويه اللي من اجلها تدعيم للملاكمه النسويه وللرياضه النسويه، اللي نامل من بقيه الاتحادات ان يهتموا بشريحه الشابات لانه احنا شويه تراجعنا في موضوع الرياضه النسويه بعد ان كنا متواجدين في الساحات الاسيويه والعربيه. ايضا نتابع هذه اللقاءات من وحي منافسات بطوله الملاكمه للشباب. ملاكمة لأول مرة في تاريخ العراق الملاكمة النسوية، والحمد لله احنا نستعد استعداد كامل لبطولة العرب التي تقام في مصر في الشهر الثالث وأيضا بطولة الآسيا التي تقام في البحرين. حقيقة طفرة نوعية أعتبرها بتنظيمية لاتحاد الملاكمة باختيار هذه الفئة النسائية، وكان عندنا تخوف في بادئ الأمر ولكن لاحظتوا الأعداد لا بأس بها، إن شاء الله راح تفرز لنا أسماء من الممكن بالعمل معها انه يكون ارقام صعب بالاستحقاقات القادمه. الحمد لله والشكر حصلت على بطوله المركز الاول من بعد نزالي وتفوقت، وان شاء الله يا ربي نتطور بالزايد وبالزايد، ونتمنى انه يعني ينفتح الضوء على هيك ملاكمه وهيك بطولات نسائيه. أيضا نتمنى الموفقية والنجاح لشاباتنا في لعبة الملاكمة رياضة الفن النبيل اللي بالتأكيد تراجعت بعض الشيء
وغبنا عن منصات التتويج، لكن المبادرة اللي أطلقها الاتحاد العراقي للملاكمة ربما تنم عن مستقبل وتفكير استراتيجي لغرض النهوض بواقع الرياضة النسوية وبالتحديد في رياضة الملاكمة. إلى الموصل العزيزة الغالية ونينوى اللي شهدت منافسات بطولة بناء الأجسام لعدد كبير من المشاركين واللي أشرف عليها طبعا الاتحاد العراقي المركزي فرع نينوى، إذ نظمت إدارة نادي المستقبل المشرق الرياضي بطولة أندية محافظة نينوى لبناء الأجسام على مسرح نادي المستقبل المشرق الرياضي بالتعاون مع الهيئة الإدارية للنادي، واللي شهدت منافسات ساخنة ما بين أبطال أم الربيعين ومشاركة أكثر من 100 لاعب مثلوا 7 أندية موصلية، وأسفرت النتائج الفرقية عن فوز نادي سجار بالمركز الأول، وحل نادي الموصل بالمركز الثاني ونادي المستقبل المشرق بالمركز الثالث، وبعدها وزعت الهدايا والجوائز التقديرية على اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى وعلى حكام البطولة. أيضا نشكر زميلنا محمود الاستيفاني اللي كان حاضر وتواجد في منافسات هذه البطولة الجميلة اللي شهدت أيضا حضور جماهيري واسع من محبي اللعبة ومن الشخصيات الرياضية. طبعا يوم بعد آخر يثبت الاتحاد العراقي لبناء الأجسام التخطيط والمنهج السليم اللي من خلاله بدأت لعبة بناء الأجسام تنتشر في جميع المحافظات العزيزة. طبعا تكللت هذه الجهود وهذه الخططية المهنية إلى إحراز العراق بطولة آسيا اللي اختتمت في بيروت، واللي كان للشوط الثالث تواجد ودعم لهذا الاتحاد اللي مبارك طبعا لرئيسه الكابتن البطل العالمي فائز عبد الحسن وإلى كل من يقدم الدعم المطلوب لهذا الاتحاد وإلى الرياضيين من أبناء اتحاد بناء الأجسام اللي أكد الاتحاد علو كعبه وسيطرته على القارة الآسيوية على الرغم من التطور المشهود اللي رافق بقية المنتخبات الآسيوية، إلى أن العراق ما زال يعاني غياب الدعم المالي والبنى التحتية وأمور كثيرة، لكن الاتحاد العراقي اللي حاول جهد الإمكان أن يرتقي بهذه اللعبة ضرب أروع الأمثلة. نتابع محمود السليفاني مراسل الشوط الثالث في نينوى وهذه اللقاءات اللي أجراها من وحي منافسات بطولة بناء الأجسام في نينوى. البطولة جيدة جدا وناجحة، وإن شاء الله نتمنى دائما مواكبة المهرجانات والبطولات في المحافظة. وبتكليف مباشر من السيد رئيس الاتحاد الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية البطل العالمي الأستاذ فائز عبد الحسن، تم تكليفنا مباشرة بالإشراف والمتابعة على بطولة أندية الموصل أندية محافظة نينوى لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والحمد لله البطولة ابتدأت بالأمس وكانت تمت عملية الوزن وتسجيل اللاعبين بالقوائم، واليوم بدأ المنافسات حقيقة بطولة مذهلة. شكر مرة أخرى لمحمود الاستيفاني مراسل الشوط الثالث في نينوى، ونتمنى الموفقية والنجاح لجميع الرياضات في نينوى وفي بقية المحافظات. سادتي الأحبة، حان دور ريم اليوسف اللي راح تأخذنا إلى أهم الأخبار العربية والعالمية وأيضا إلى أهم التعليقات اللي وصلت إلى برنامج الشوط الثالث بعد أن أطلقنا عبر منصتنا السؤال المهم اللي يدور في الأروقة الرياضية وفي الشارع الرياضي العراقي عن اللاعب المتميز الشاب زيدان إقبال اللي مثل نادي مانشستر يونايتد، ورأي جمهورنا الكريم بمدى استحقاقه في تمثيل المنتخب العراقي في الوقت الحاضر. نذهب إلى ريم اليوسف اللي أحييها أجمل تحية ولك الكلمة. محمد ومرحبا بكل مشاهدي برنامج الشوط الثالث في هذه النشرة السريعة بعالم الرياضة، وأيضا راح نأخذ أهم تعليقاتكم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. والبداية من ركلات الترجيح، حيث حسمت ركلات الترجيح معركة ربع نهائي كأس العرب بين الجزائر والمغرب لصالح الجزائر بعدما صد الحارس الجزائري
رايس مبولحي ركلة الجزاء الترجيحية الرابعة ليتأهل محاربو الصحراء إلى المربع الذهبي في مونديال العرب، وانتهى الوقت الأصلي في المباراة بالتعادل بهدف لهدف، وتلتقي الجزائر مع قطر في نصف النهائي الأول. تأهل منتخب مصر بصعوبة للدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب الجارية في قطر بعد فوزه على المنتخب الأردني 3-1، وأشاد النقاد بإمكانية مدرب نشام الأردن العراقي عدنان حمد الذي كان ندا قويا للمنتخب المصري المدجج بالنجوم الكبار. وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي في الدور قبل النهائي من البطولة الأربعاء المقبلة. وأيضا تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد مساء السبت في المباراة التي احتضنها ملعب كارو رود ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل هدف يونايتد الوحيد كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء في الدقيقة 75، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوريتش عند 10 نقاط متذيلا جدول الترتيب. وأخيرا عينت الفرنسية إيميلي موريسمو المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة بلقبين كبيرين مديرة لبطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب وفق ما أعلن رئيس الاتحاد المحلي للعبة. وستتولى موريسمو المهام حتى العام 2024 خلفا لجي فورجي وفق ما أعلن رئيس الاتحاد جيل موريتون خلال مؤتمر صحفي. والآن مشاهدينا وصلنا إلى أهم تعليقاتكم اليوم اللي راح نقراها ونتابعها حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي هو يقول شلون تشوفون أو كيف ترى الموهبة الشابة الصاعدة اللاعب إقبال زيدان اللي هو لعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال مباراته الأخيرة، وسبق للنجم العراقي أن مثل المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة غرب آسيا الأخيرة التي جرت في السعودية. موضوعنا اللي ننتظر تعليقاتكم المهمة حوله، هل يستحق إقبال زيدان تمثيل منتخب العراق بالوقت الحاضر؟ احنا طرحنا هذا السؤال على منصة برنامج الشوط الثالث، وكانت لكم أكثر من رأي أو أكثر من تعليق حول هذا الموضوع. أول رأي على منصة فيسبوك من سالم معد. سالم معد يقول لاعب يمتلك مواصفات كبيرة، أعتقد سيكون إضافة قوية للمنتخب الوطني. وثاني توقع أو وجهة نظر أو بوست على منصة فيسبوك من محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن يقول على اتحاد كرة القدم الإسراع بضمه لصفوف المنتخب، لأن هناك من يحاول استدراجه لتمثيل منتخب آخر. إذا محمد عبد الرحمن هو ينصح بأنه احنا نسرقه قبل ما يسرق منتخب آخر، ووجهة نظره صحيحة. خلينا نتابع ثالث بوست أو تغريدة على منصة تويتر من عمر العبيدي. عمر العبيدي يقول بس الله يستر من الإعلام ومن النفخ، راح يكون أفضل لاعب مستقبلا في المنتخب العراقي، هو خائف عليه من الإعلام. ولكن يعني هو يقصد الإعلام اللي هو يحاول أنه يشوه آراء اللاعبين ويشوه صورتهم، مو أي إعلام مثل كل الإعلاميين. خلينا نتابع آخر تغريدة على تويتر من مصطفى ربيع. مصطفى ربيع يقول موهبة كروية فذة، أعتقد راح ينتهي هذا احتراف أو هذا الاحتراف في دولة عربية، ومن الضروري تمثيل المنتخب. احنا أكيد نتأمل ونتشرف أنه هو يمثل المنتخب العراقي الوطني. راح أنتقل ويا محمد حتى تكملون باقي مواضيعنا وباقي فقرات برنامج الشوط الثالث. إليك محمد. شكرا لكريم على هذه الأخبار وأيضا على جميع الردود اللي وصلتنا، إن شاء الله ننتظر تباعا المزيد من الأخبار. نعود سادتي الأكارم لتكملة بقية فقرات برنامج الشوط الثالث، ونذهب بكم إلى الخسارة اللي تعرض لها منتخب ناشئة العراق يوم أمس
أمام نظيره السعودي في منافسات غرب آسيا، واللي أدت إلى إبعاده بفارق الأهداف، ولم يشفع له الفوز اللي حققه على لبنان في بداية البطولة، إذ ودع منتخب ناشئة العراق منافسات بطولة غرب آسيا بكرة القدم والجارية الآن في مدينة الدمام بعد أن خسر أمام شقيق السعودي بثلاثة أهداف. جاء الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 46 عن طريق محمد هزازي، وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة طرد حكم اللقاء لاعب المنتخب العراقي أسامة علي، وفي الدقيقة 70 سجل السعودية الهدف الثاني، ثم عاد أصحاب الأرض ليعززوا الغلة من الأهداف ويسجلوا هدفهم الثالث في الدقيقة 84 عن طريق رأسية اللاعب نواف البشير. بهذه الخسارة خرج المنتخب العراقي للناشئين من البطولة، فيما تأهلت منتخبات الإمارات والسعودية واليمن كأوائل مجاميعهم، وأيضا المنتخب السوري كأفضل ثاني بعد أن حقق الفوز على المنتخب الفلسطيني بستة أهداف دون رد. طبعا هارد لك لشبابنا الحلوين اللي ما قصروا، فريق عراقي بأعمار حقيقية يحاول أن يقدم شيء، يقوده مدرب لاعب دولي كبير حسن كمال، وأيضا طاقم من اللاعبين الدوليين، بالإضافة إلى مدير الفريق الكابتن حميد رشيد، قدموا ما عليهم. يحتاج هذا المنتخب لتدعيم ولاحتكاك وللدخول في معسكرات. إحنا خلينا نكون واقعيين أنه دول غرب آسيا ودول الجوار ودول الخليج بالإضافة إلى الدول العربية سبقتنا بسنوات بسبب التخطيط السليم وبسبب الإعداد وصرف الأموال وخلق مدارس ودوريات ثابتة، لكننا خلال السنوات وإلى الآن نشاهد تراجع خطير في موضوع المواهب بعد أن أكل التزوير جرفا كبيرا من المواهب الكروية، بالإضافة إلى غياب الدعم وغياب دوري الفئات العمرية. يسعدنا يا سادتي الأحبة في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم أن نتحدث عن واقع كرة الناشئين والفئات العمرية مع واحد من نجوم المنتخبات الوطنية، بل ويشرف على تدريب ناشئة الزوراء واللي قادهم للكثير من الإنجازات. أحيي أحلى تحية ضيفي الكريم اللاعب الدولي الأخ العزيز عامر قاسم المتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. مرحبا بك كابتن عامر، ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. تحياتي لك أستاذ محمد وإلى جمهور الشرقية الكرام. مشتاقين جدا كابتن عامر، أكيد راح نتناول أطراف الحديث أنا وأنت اليوم عن الموضوع المهم اللي يخص المواهب ومنتخب الناشئين في مشاركته المشرفة في بطولة غرب آسيا، ولكن دعنا نتابع هذا التقرير ونعود لتكملة الحوار. إذن ابقوا معي وهذا التقرير. ودع منتخب العراق للناشئين بطولة غرب آسيا من الدور الأول، وذلك عقب خسارته في ثاني المباريات أمام المنتخب السعودي المستضيف بثلاثية نظيفة، ولم يشفع الفوز للعراق في أولى مبارياته على لبنان بثلاثة أهداف دون مقابل للتأهل إلى الدور الثاني. ولهذه الفئة الكروية أهمية كبيرة لأنها تشكل القاعدة الأساس للمنتخبات الوطنية وللمنتخب الوطني الأول، لذا يجب الاهتمام الحقيقي بها وصقل المواهب بالشكل الذي يؤهل اللاعبين الكفؤين إلى هذه المنتخبات، لأن عملية البناء يجب أن تبدأ من هذه المراحل السنية، وإن لم يكن هنالك بناء حقيقي فلن نحصل أبدا على منتخب قوي. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود لأحاور ضيفي الكريم الكابتن عامر قاسم. كابتن عامر، خسارة منتخب الناشئين أمام شقيقة السعودي من وجهة نظرك هل هي منطقية أم إنها مفاجأة بالنسبة للكرة العراقية؟
استاذ محمد، مثل ما تعرف انه الفئات العمريه يعني احنا لازم نعرف انه غير مطالبه بالنتائج. هاي الفئات تبقى مرحله اعداد لهم، مرحله يعني يفكرون شلون يدربون صحيح، مناهج تدريبيه صحيحه. احنا اذا نرجع الى اعداد المنتخب الناشئين العراق اعداد فقير جدا، انا حقيقه قريب عليهم. الان من نشوف انه فريق داخل بطوله يدخل في مباراتين مع منتخب الامارات ويرجع معسكر في كربلاء المقدس لمده اسبوع، وانت الشركه في بطوله، يعني انت تعرف يمكن المنتخب السعودي منتخب متمرس صحيح حائز على البطوله الاخيره. نعم، اعداد فقير جدا. ونشوف يعني اكو يعني احنا اكو شغلات صارت بالبطوله كان نقدر نتجاوزها. مثلا اذا نتكلم على المباراه السعوديه، اذا تقيس المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي، شوف انت دوري الفئات العمريه مال السعوديه، شوف دوري الفئات العمريه مال العراق. نعم. فوارق استاذ محمد، فوارق كبيره جدا اذا داخلك بيها. اذا نجي على مثلا دوري الفئات العمريه مال اللي صار الاخير بالعراق، يصير لك الدوري اما شهر السادس يا اما شهر السابع بالاجواء حاره جدا، والملاعب اكثرها ملاعب تارتان. هاي الملاعب يعني تاذي اللاعب. شوف ملاعب السعوديه وشوف اعداد السعوديه وشوف فرق السعوديه، فرق كبيره جدا بين السعوديه وبين العراق. فاكيد اللاعب يعني والمدربين احنا نعطيهم الحق، بس كان بالامكان افضل مما كان. كان نقدر نتجاوز، يعني انت عندك احتمالين ضد السعوديه، نعم، يا اما تعادل يا اما الفوز. احنا يعني كان اكو احتمالات تصير، بس تعرف يعني الكادر هو قريب وهو الاعرف بالمباراة اللي جرت مع السعودية. نعم. كابتن عامر، يعني إذا سمحت لي أن أتحدث معك وأنت ملم بالتأكيد في موضوع تدريب الفئات العمرية، العراق يزخر بالمواهب، والعراق ولاد، والعراق لله الحمد الآن في الفترة الأخيرة نمتلك ملاعب، العراق يمتلك مدربين وهم جلهم من اللاعبين الدوليين اللي تسلحوا بالخبرة التدريبية وبالشهادات العليا. يبقى بس موضوع الدعم، يعني احنا نمتلك ما يمتلك الشقيق السعودي والشقيق الإماراتي وبقية الدول العربية، يعني ما ينقصنا هو الدوري المنتظم. فتتفق معايا كابتن أم لديك رأي آخر؟ نعم استاذ محمد، اتفق معك. شوف احنا صدقني استاذ محمد، المواهب اللي موجوده بالعراق من افضل المواهب الموجوده بالمنطقه، لكن على حسب كلامك نحتاج تنظيم، نحتاج دوري فئات منظم جدا. نعم. هسه انا اتكلم لك، انا مدرب ناشئين الزوراء. نعم. اخذنا الدوري هذا الموسم اللي راح، بس انت احكي لي، قل لي احد اجاك من اللجنه الاولمبيه، من وزاره الشباب، من الاتحاد العراقي كرمك سأل عليك أدي فريق من أفضل الفرق؟ هسه أنا راح أعطيك مثال بسيط استاذ محمد. نعم. منتخب الشباب تولداته 2003. نعم. منتخب الناشئين تولداته 2006. نعم. شوف الفوارق اللي مواليد 2004 و2005، هذول المواليد راح ينظلمون استاذ محمد. يعني 2004 سنة أتكلم لك، 2005 2005 إذا أتكلم لك عن فريقي وعن باقي الفرق، يعني نعم، من أفضل المواهب بالعراق. يعني هذول راح ينظلمون ظلم. ليش انظلموا 2005 لعبوا كابتن؟ منتخب الناشئين دول صارين بالوسط. ليش يعني انظلموا؟ لانه لا هم بالمنتخب الشباب، لا هم منتخب الشباب ولا هم منتخب ناشئين. زين. طيب شنو المشكله يا استاذ محمد اذا صار منتخب ثاني لهاي الفئه؟ صعبه علينا، احنا مو نتكلم على التخطيط والتخطيط. نمتلك عدد كبير من اللاعبين بهاي الاعمار كابتن عامر. عن المدرب القطري. استاذ محمد انا قلت لك عندي فريقي 2005 اللي اخذ الدوري، عندي باقي اللاعبين مال الفرق كلهم اعرفهم. انا استطيع ان اكون لك فريق ينافس المنتخبات الموجوده. نعم. اللي موجوده منتخب الشباب مو 2003، اقدر لا. اجيب لك منها المواليد ينافس منتخب الشباب. هذول المواليد لازم يعني قصدك رديف لمنتخب الشباب. والكل يتكلم عن المدرب القطري. نعم نعم، شنو المشكله استاذ محمد؟ انت رياضي وتعرف احنا كان قبل مو عندنا اربع منتخبات. صحيح. ومو منتخبات لكل المواليد، كان مواليد 69 و70 و71 و72، كل مواليد لها منتخب، شنو المشكله؟ نعم. اسوي منتخبات اربعه. هذا ما حصل معانا كابتن عامر. مو نتكلم على القاعده، هي استدعونا لعبنا رديف منتخب الشباب بعد ان ترحل منتخب الشباب. حضرتك. نعم صعدنا وكان وياي عمر احمد
وليث حسين ورياض عبد العباس، يعني احنا لعبنا كنا رديف الشباب، فكانت خطوه مبادره من الراحل طيب الذكر نصره ناصر ومساعده عادل يوسف الله يطول بعمره. فعلا يعني انت ذكرتني بهذا الموضوع اللي اتمنى ان يعاد، والله اتضامن معك كابتن عامر. نعم احنا دائما استاذ محمد نتكلم عن المدرب القطري سانشيز اللي هو بدا منتخب ناشئين والشباب والاولمبي والوطني. طيب هسه هذا المدرب متوفر له كل المميزات. صحيح. هسه انا ما اقول لك اني استجيب غير مدرب، اعطيني 5% من مميزات هذا المدرب، اعطيني هذا المنتخب وفر لي 5%، شوف المواهب الموجوده بالعراق ايش قد موجوده. هسه انا اتكلم لك على مواليد وحده، شوف باقي المواليد ايش قد. استاذ محمد العراق زاخر بالمواهب، بس تكلم لي من اللي يعتني بيهم؟ من اللي يوصلهم للطريق الصح؟ من اللي يخطط لهم؟ هل احنا لا نستطيع نخطط؟ يعني معقوله يعني ما عندنا احد يخطط لنا؟ هاي كليه التربيه الرياضيه مليانه دكاتره استاذ محمد. نعم. ما معقوله يعني احنا نظل نباوع على العالم، يعني احنا نباوع على السعوديه وعلى الامارات وعلى قطر، سبقونا واحنا نتفرج عليهم، واحنا العراق، احنا يعني احنا العراق، يعني معقوله منتخب العراقي استاذ محمد نتفرج ما بي مهاجمين، ما بي مدافعين؟ مستحيل. نعم. شو وقت نبني؟ شو وقت نخطط؟ لازم نواكب العالم. طيب الان يعني حضرتك الان ترمي ما تشاهده الان من تراجع في المواهب الى موضوع غياب الدوري المنتظم، وتطالب عبر منبرنا ان يكون هناك دوري لغرض احتضان المواهب. طيب حضرتك ملم بهذا الموضوع، ما اتقدمت بدراسة الى من يهمه الامر مثلا للاتحاد او للشخص المعني في ان نجري دوري، في ان نأسس فريق رديف؟ لان احنا بحاجة فعلا مثل ما تفضلت الى لاعبين. بعدين للأسف الشديد الان نشاهد في دورينا الممتاز ماكو لاعب سوبر، ماكو موهبة، اكو موهبة بس ما اعرف، انشاهده في مباراة متميز، المباراة الاخرى غائب تماما، ويمكن ما اعرف يعني هاي وين ارميها. فيا ريت اسمع رايك كابتن عامر. سعد محمد هو اللاعب السوبر واللاعب موهبة، مين يخرج؟ من فئة العمر يتدرج ويوصل للفريق الاول. ما معقولة انت هسه مثلا كفريق جماهيري يجي ياخذ لاعبين مثلا مع احتراماتي لفرق الدرجه الاولى، من الدرجه الاولى، لانهم فئات عمريه ماكو. هسه احنا نشكر الاخوان بالتطبيعيه اللي اقاموا دوري، بس الدوري استاذ محمد ما يقام، يعني هسه احنا بشهر 12. نعم. شو وقت يقام الدوري؟ الدوري يصير بالشهر السادس، بالشهر السابع، هاي الاجواء حاره، اللاعبين ما يتحملوا هذول. صحيح. لاعبين صغار يعني. نعم. لازم يبدي بشهر 9. الدوري بشهر الواحد. وحيقولون مثلا مدارس. شنو وذا مدارس يعني؟ ليش قبل ما كان اكو مدارس يعني؟ يعني ما لها علاقه المدارس انه تقيم الدوري، دوري منتظم. ليش استاذ محمد تتذكر دوري الشباب مو قبل الفريق الاول؟ صحيح. كنا نلعب؟ صحيح فعلا. تتذكر حضرتك؟ صحيح. فهاي هاي يعني دوري الشباب بيضيع، دوري الناشئين بيضيع، يعني انا قلت لك الاخوان بالتطبيع اقاموا دوري منظم واستطاعوا ان يقضون لجنه المسابقات، تحياتي لهم. نعم. قضوا على تقريبا 75 الى 80% من حالات التزوير، ومناشده لك استاذ محمد انه توصلها، انه حالات التزوير المدرب هو المسؤول عليها، اكثر المدربين اذا يقدر يقضي على التزوير هو يقضي على التزوير مو النادي. نعم. حتى كل المدربين يعرفون احنا حتى نمشي صحيح لازم نقضي على التزوير. هسه قضينا على 75 الى 80، نريد دوري منظم للفئات العمريه، هاي المواليد حرامات يعني تضيع من عندنا كل سنه، تضيع مواليد او مواليدين. نعم. هذا غير صحيح كابتن عامر، تخطيط غير سليم. نعم كابتن عامر، بعض المدربين سالناهم عن قضيه التزوير يقول لك انا ما مسؤول، انا مو جوازات ولا جنسيه ولا هويه احوال، انا ايش مدري اني لاعب يجيب لي وثيقه رسميه ويقول لي انا هاي مواليدي الحقيقيه، فاحنا ليش نرمي الكره في ملعب المدرب؟ ليش ما نرميها في ملعب الاهل؟ الاب اللي يعرف بابنه انه يبدي يتلاعب، وبالتالي هو دا ياخذ فرصه غيره ودا يقضي على ابنه. ومثل ما شفت حضرتك اكو لاعبين الان شاخوا قبل اوانهم، فارجع واني من وجهه نظري ابري ساحه المدرب. حضرتك الان تقول المدرب، وين تقصير المدرب في هذا الموضوع؟
استاذ محمد انا وياك، بس انت اذا ابو اللاعب يزور انت شلون تعالج هذا الموضوع؟ هسه احنا متفقين انه اكو اباء لاعبين طبعا مو الكل نعم يزورون اعمار ابنائهم. طيب انا شلون اعالج هذا الموضوع؟ هسه انا اتكلم لك عن نادي الزوراء. احنا نعم. نتحرك حركتين، الحركه الاولى ناخذ البطاقه الموحده ونروح للجنسيه العامه. نعم. نبقي الموحده الرقم مالتها تطلع العائله. زين. هاي نسخه، وين نروح بعدها؟ نروح للمدرسه. على السجل، السجل مال الطالب. نعم. او الصوره ايضا، لان تعرف الابتدائيه مستحيل يصير بها تزوير. سجل مال الطالب. نعم. مستحيل يصير نعم. تزوير. فنسحب البطاقه الموحده ونسحب السجل. قضينا على التزوير. هسه احنا لو تشوف بنادي الزوراء هيش نشتغل، صار لنا حوالي 3 سنوات هذا شغلنا، بس اتمنى انه باقي الانديه يشتغلون مثل نادي الزوراء بعدنا، الله اعلم ما اعرف. طيب هذا منتخب الناشئين، هل فعلا خالي من اللاعبين المتلاعبين بالاعمار من وجهه نظرك؟ واكيد هم يمكن اكثرهم من الزوراء ومن بقيه الانديه. منتخب الناشئين انا عندي من عندهم 5 لاعبين، قلت لك اللي 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 نسويه طبقناه على ذول اللاعبين، انه السجل والبطاقه. نعم. مع تقاربنا مع الاخوان المدربين، يعني فريق خالي من التزوير. نعم. لانه الكابتن حميد رشيد هو المدير الاداري قريب علينا بنادي الزوراء، فالرجل يشتغل ايضا مع المدارس مع العامه، ففريق خالي من التزوير. بس يعني انا مناشده للاتحاد انه يصبرون على هذا الفريق، على المدربين. تعرف هذا مرحله بناء منتخب الناشئين، مرحله بناء منتخب الاشبال، مرحله بناء. خلي يعتبرون هاي البطوله غرب اسيا اعداد الى البطولات الجايه للمنتخب، فلا يستعجلون على المدربين وعلى اللاعبين. اذا عندك اضافات تقدر تضيف فتبقى يم الاتحاد يعني. نعم. هو انت حضرتك سبقتني الان، لان اريد اسالك الان مصير هذا المنتخب بعد مشاركته في غرب اسيا، من وجهه نظرك ما هي الخطوات الفعليه اللي من خلالها نقدر نحافظ على منتخب الشباب ومنتخب الناشئين والاولمبي، رغم موضوع الترحيل الان معمول به الان في المنتخبات الوطنيه، لكن هذا المنتخب الان خلص مشاركته من غرب اسيا، شلون نحافظ عليه وعلى لاعبيه؟ يعني قلت لك انا هي هاي البطوله تعتبر مرحله اعداديه. هسه اذا كانت اكو اغلاط بالفريق ممكن تصلح، ممكن يقعدون الاتحاد مع الاعضاء الكادر التدريبي، ممكن اضافه لاعبين، ممكن اضافه احد الى الكادر، هاي هي الاتحاد قررها. بس يعني نقدر يعني نشاركهم بطولات وديه، بطولات دوليه، منتخب الناشئين، منتخب الشباب، حتى يصير استاذ محمد الاحتكاك كلش ضروري يعني يعني بالبطولات. اللاعب لازم يحتك، ما يصير مثلا يبقى يلعب دوري وتريد توديه للمنتخب وراسا تريد من عنده بطولات، هذا الشيء غير صحيح. نعم. طيب الان موضوع الفئات العمريه في بقيه الانديه في الفرق الشعبيه، لانه نعرف كليتنا ولدنا من رحم الفرق الشعبيه، لكن الان اكو ظاهره هي ظاهره الملاعب الخماسي اللي قضت تقريبا على ثلث المواهب، لانه كلنا نعرف كابتن عامر انه تكتيك لاعب الخماسي غير لاعب الساحات الرسميه. موضوع الكشافين هل ما زال مستمرا؟ هل ما زالت الفرق الشعبيه زاخره بالمواهب؟ انتم شلون ده تتصرفون؟ شلون ده تلقون اللاعب؟ يعني احنا استاذ محمد يعني احنا نعاني من الملاعب الخماسي، يعني حتى اللاعبين يعني مالتي مانعهم من الخماسي، لانه تعرف الارضيه صلبه. نعم. بس انت هسه احنا نعوف الفرق الشعبيه، احنا الدوري اللي نقام عليه على ملاعب تارتان استاذ محمد، هاي الملاعب اذيه للاعب، يعني تعرف تكثر الاصابات. صحيح. نتمنى انه مثلا من وزاره الشباب هاي الملاعب الموجوده، يعني مو احتكار انه الفرق الدوري الممتاز، ليش احنا مثلا فرق الفئات العمريه مو عراقيين؟ يعني حرام يلعبون على ليش الملاعب. ليش محتكر الملاعب بس للمتقدمين كابتن؟ البصره هذول اللاعبين طبعا ما يلعبون عليها، حتى فرق الدرجه الاولى ما يلعبون على هاي الملاعب. فرق الفئات العمريه ما يلعبون، بس ملاعب يعني فين من بنت خاصة كابتن؟ فين من بنت؟ تارتان استاذ محمد. والله هذا السؤال استاذ محمد توجه للمسؤولين، انه يعتنون بدور الفئات العمريه ويفتحون لنا الملاعب اللي موجوده بوزاره الشباب، ملعب الشعب، ملعب كربله، ملعب النجف، ملعب البصره، كل الملاعب. واتمنى شيء ثاني استاذ محمد، انه الدور اللي انقام
قبل فتره مثلا احنا دور الناشئين احتكار فقط على لاعبين بغداد، ما يصير مثلا لاعب محافظات يلعب، يعني ايش معنى يعني هاي ما كانت قبل هاي موجوده، طيب لاعب المحافظات وين يروح؟ انا بدي اسال هذا السؤال. ليش لاعبي المحافظات ما يلعبون ببغداد كابتن؟ دور الناشئين استاذ محمد نعم لاعب المحافظات لا يستطيع ان يلعب في بغداد. ليش؟ فقط دور الشباب. اشبال الناشئين ما يلعب في بغداد. يعني يقول لك اكو دوري محافظه يلعب محافظته. طيب هو الدوري يعني ما صار دوري هذا ما عليه تركيز. صار دوري مناطق. محافظات وين نشوف شلون نشوفه؟ صار دوري مناطق. اي دوري بغداد هسه احنا دوري الناشئين فقط انديه بغداد، دوري الناشئين ودوري الاشبال. طيب. الان شنو رؤيتك للرقي بمستوى المواهب؟ يعني احنا تعودنا الزوراء مدرسه الكره العراقيه والجويه مصنع اللاعبين والشرطه مدرسه الحراس، الان الاحظ انه هاي الانديه تبحث عن اللاعب الجاهز والسبب هو موضوع المواهب، فرؤيتك لهذا الموضوع كيف يتم الحفاظ واكتشاف هذه المواهب؟ يا ريت استمع رايك كابتن عامر. انا اتمنى من ادارات الانديه انه كلامهم مع المدربين. هسه استاذ محمد تعرف اي مدرب، انا احكي لك على الزوراء، اي مدرب يجيك يخاف يلعب اللاعب الشاب، يقول لك انا مضغوط من الجمهور، مطلوب نتائج، طيب ما يخالف يا اخي انت هم هذول اللاعبين شباب، يعني ايش وقت يلعبون؟ راح يضطر اللاعب اللي ما يلعب مثلا للزوراء او للشرطه او للجويه يشوف له نادي مثلا درجه اولى او نادي ادنى يلا يقدر يلعب. هاي قبل ما كانت موجوده. قبل اللاعب يصعد من الشباب يلعب بالفريق الاول، انا صعدت من الشباب لعبت بالفريق الاول، هواي لاعبين وانت يمكن تتذكر حضرتك هواي لاعبين لعبوا اول راسا يصعد بالاول الفريق الاول يلعب. احنا يعني لازم نهتم بفرق الشباب. فرق كابتن انت لاعب شاب ومثلت المنتخب الوطني. سالم محمد يعني حققت قفزه حضرتك، يعني لاعب شاب ومثلت منتخب العراق بامم اسيا ب 96 وكانت يعني فرصه احيي منها فيها الكابتن يحيى علوان اللي شاهدنا لاعب بامكانيه عامر قاسم اللي يعني انت لعبت باكثر من مركز، بالمناسبه انا عازرتك لعبت مهاجم ولعبت مدافع ولعبت شبه وسط، لذلك هذا يدل على انه امكانيتك عال العال كابتن. طبعا تحياتي للكابتن يحيى علوان والكابتن عدنان حمد اللي كانت بطوله امم اسيا ب 96، حقيقه انا يعني تعرف قبل البطوله اسبوع انصابت نعم وما يعني ما قبله وارجع، قالوا انت تبقى وياني لحد ما نشوف اصابتك يعني بكت تقدر تلعب. نعم فاحييهم من هذا المنبر الكابتن يحيى والكابتن عدنان، وشفنا كابتن عدنان حمد يوم امس شلون في المنتخب الاردني شلون قدم مستوى، الله يوفقه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله كابتن عامر، سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا في هذا اللقاء، ودعواتنا القلبيه لك بالموفقيه، ونريد من عندك لاعبين لانه اعتمادنا بالدرجه الاولى على المواهب. اشكر ضيفي الكريم اللاعب الدولي السابق ومدرب ناشئه الزوراء الكابتن عامر قاسم على حديثه ووضع النقاط على الحروف في قضايا مفصليه ومهمه، وارجو ان يستمع اهل الشان الى ما تحدث به الكابتن، لانه بصراحه نحن الكره العراقيه ولاده، المحافظات العراقية ولادة، لكن احنا نحتاج إلى صقل ونحتاج أن نفتح الملاعب لهذه المواهب اللي تستحق أن تلعب، لأن هاي الملاعب بنيت للعراق وللاعبي العراق، لذلك لا يمكن أن تكون حكرا على لاعبي الدرجة الممتازة فقط. أكرر شكري واعتزازي لضيف الكريم الكابتن عامر قاسم، ولكم سادتي الأحبة على حسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي تجولنا من خلالها في أروقة محافظاتنا ووضعناكم بآخر المستجدات الرياضية، لقاءاتنا مستمرة إن شاء الله عبر الشرقية. هذه أحلى تحية من جميع زملائي اللي كانوا معي في استوديو البث في الكنترول، ومن خلفهم مخرج البرنامج قحطان الطائي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. طبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.